السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة فضيلي من معهد 7 ارت. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم برنامج ديال الدورة التكوينية اللي كنديروها في الهندسة الطرقية لانجينيوري روتيير وفي لي طرافو ديال في ار تي فواري اي ريزو ديفير. بالنسبة لانجينيوري روتيير الهندسة الطرقية فهو تكوين تطبيقي على 4 ديال الاشهر او فورماسيون اكسيليري يعني اللي ممكن تكملوها في شهر او شهرين. بالنسبه لهذا التكوين كينقسم لاربعه ديال المحاور. في المحور الاول كنتعرفوا على النوسيون دو باز لي ماتيريال اللي كيتستعملوا في الطرق لي زيسي اللي كيداروا عليهم كيفاش كنفرقوا ما بين هاد لي ماتيريال في لو شونتي. ملي كنهضر على الماتيريال كنهضر على لي غرانيلا كنهضر على الانواع ديال البيتيوم لي زونغوبي الى اخره لي زيسي ديالهم. الفقرة الثانية ديال لا فورماسيون هي عبارة على ديمونسيونمون كيفاش كنديروا ديمونسيونمون ديال لي شوسي باستعمال الكاتالوج دي شوسي باستعمال لو مانييل دو رونفورسمون باستعمال لوجيسيال اليزي ورابعا باستعمال الطريقة الأمريكية اشتو. بالنسبة للشق الثالث في لا فورماسيون فهو اللي كنخدمو ليتود روتيير. بالنسبة ليتود روتيير فأصعب مرحلة فيها هي أنني نخدم لاكس ديالي بلينور. فهذه المرحلة الأولى اللي كنركزو عليها كنخدمو لاكس ديالنا بلينور ومن بعد كندوزو كنخدمو عليه بلوجيسيال بيست. يعني طلب لي الميطر دو كراش أنني نخدم أن بروجي دو أ زد بالبيست نخدمو ليه. من بعد كنخدمو نفس البروجي بلوجيسيال كوفاليس. من بعد كنخدمو بلا كومبينيزون أونتخ لي دو يعني كنخدمو في الكوفاليس وكنصيفطو باش تكمل الخدمة في لوجيسيال بيست. وبيان سور الخدمة كتكون براتيك ماشي المراحل ديال لوجيسيال لأن المراحل ديال لوجيسيال هادي ساهلة والجميع ممكن يبحث عليها. فبالنسبة لهاد التكوين فكتخدم أن إكزومبل ديال أن كار غيال ديال أن بروجي يعني مثلا بلينور ديالو كيفاش تقسم لاكس كيفاش كدخل لي بروفيل أمبوزي إلى آخره. ايضا في التكوين غنتعرف على ليتيد هيدرولوجيك وليتيد هيدروليك يعني كيفاش كنديروا ديمونسيونمون ديال لي زوفراج دار روتيي ا سافوار لي بوز لي غاليي اي لي دار. من بعد ما كنميتريزو هاد الامور غادي نتعرف ان شاء الله على مجموعه من البرامج وكيفاش كيتستعملوا في الطرق سواء الكات 90 ديال الفيراياج لو كات 90 سواء سيفيل 3 دي اوتوكاد كوفاديس لوجيسيال بيست جلوبال مابار إكغاس كالفر ماستر الى اخره. دونك هادو كاع برامج ان شاء الله كاينين في هاد التكوين ديال الهندسه الطرقيه. والشق الرابع من لا فورماسيون سيتناول لي طرافو شونتي يعني كيفاش كدوز الخدمه في الشونتي شنو هما لي زاستيوس اللي خاصني ندير في الشونتي. بالاضافه للبونيس ديال هاد لا فورماسيون غادي يكون واحد لا فورماسيون غراتويت اون ام اس بروجيكت يعني غادي نعطيكم واحد لا فورماسيون اون ام اس بروجيكت ونعاونكم فيها ونعاونو كيفاش دير بلانيفيكاسيون يعني زاستيوس لان لوجيسيال راه ساهل ولكن دي زاستيوس كيفاش تقاد ان بلانينغ وشنو لي زيليمون الخاصين باش تصوب ان بلانينغ زائد فورماسيون سور لي مارشي بيبليك.